الوساوس، الخواطر، خواطر السوء والشر التي يقذفها الشيطان في قلب الإنسان ليوسوس له. لماذا ليفعل ماذا؟ ليوسوس له. ما هذه الخواطر؟ يعني ما يخطر على قلبك، ما تحدثك به نفسك، لحظة التي يخطر في قلبك افعل ولا تفعل، هذا حسن وهذا قبيح، هذا مطلوب وهذا مرفوض، قم أو اجلس، نم أو صلي. خواطر هذه، هذا فلان حسن وهذا فلان قبيح، الخواطر التي تخطر في بالك. كان بعض الصالحين أو العارفين يقول أن قلب الإنسان يخطر عليه في اليوم 70,000 خاطر تمر سريعا على قلب الإنسان. هذه الخواطر أهميتها في كونها مبتدأ كل عمل، كل عمل في الوجود صالح أو طالح بدايته ماذا؟ بدايته خاطر خطر في القلب، فترتب على هذا الخاطر أنك استجبت له، فترتب على الاستجابة أنك عملت. فجميع الأعمال الحسنة والقبيحة مبدأها ماذا؟ الخواطر. إذن عرفنا أن هناك خواطر ترد على القلب يترتب عليها العمل. هل يأثم الإنسان على خطور هذه الخواطر مجرد الوسوسة أو الخاطر؟ قال العلماء لا، في البداية كان أول الإسلام تهذيبا للصحابة وأخذا بالقوة، نعم، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم نزل التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي أن الإنسان لا يعاقب على مجرد خطور الخاطر، لكن يعاقب على ماذا؟ على العمل بمقتضى الخاطر وشيء آخر، إقرار الخاطر. جاك خاطر كبر، أنت أحسن من ذولا وذولا وذولا حقرة ما يستاهلوا ما... أيوة صح أقريت. هذا الإقرار هو الإثم، ليس مجرد ورود الخاطر على قلبك، فالإثم يكون على إقرار الخاطر أو على العمل به. العمل به هو الأعمال الظاهرة، وإقرار الخاطر هي الأعمال الباطنة. فإن كان خاطر إثم هو المذكور في القرآن بلقب باطن الإثم. ولشيخنا الشهيد السعيد البوطي رحمة الله تعالى عليه رسالة لطيفة الحجم جليلة القدر اسمها باطن الإثم، في سلسلة له اسمها أبحاث في القمة، باطن الإثم، هذا الذي يحصل في باطن الإنسان. يا من يرى ما في الزمير ويسمعه.